السلام عليكم خوتي اخواتاتي، مرحبا بكم في قناة زهور العربي. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الوصفه في هذه الوقيته ديال الشتاء. الحمد لله طاحت عندنا الشتاء في الدار البيضاء مزيان، وبغيت ندير واحد الاكله ديال اللوبيا نطيبها مع القديد. المهم عندي اللوبيا هنا كما كتشوفوا، غسلتها ونقيتها وداك الشيء. غادي نطيبها بوحده والقديد بوحده غنطيبو. المهم اللوبيا ملي كان ما كنفزقوها ما والو، كما كنجيبوها كنغسلوها مزيان، كنضيفوها في الكاسرول ديالنا الماء بارد، عاد كنديرها فوق النار وكنخليها طيب. كنطيب اللوبيا بوحدها ومن بعد القديد وهذاك الشيء غنطيبو بوحدو. كما قلت لكم خوتي خواتاتي قضيه القديد كيفاش كنطيبو القديد. المهم عندنا هنا نوريكم بعدا سميتو القديد، ما كنرقدو ما والو، كنديرو هكا كنغسلو وكنقليه مع البصله وداك الشيء وعاد كنمرقو. المهم كنغسل القديد كيبقى بهذيك المليحه ديالو وبهذيك العطريه اللي فيه وداك الشيء. كنحتاجو بصله مفرومه بهذا الشكل، عندنا واحد جوج مطيشات كبار، عندنا جوج فلفلات حارين هنا اللي كيدير اللي عجبو الحار كيدير الحار، واللوبيا سيرتو اللوبيا كيجمع الحار مزيان. عندنا هنا القزبور وعندنا هنا الثومه اللي الا لاحظتوا بان التوابل ما درتش التوابل عندي، انا التوابل عندي في القديد، ولكن ملي كتشحر لي سميتو الطنجره بمسائل المكونات كلها، الا بغيت نزيد التوابل كنزيد واحد قليل من الملح والتوابل الاخرى بحال التحميره بحال السكنجبير بحال، كنزيدها شويه شويه على بركه الله. كندير القديد ديالي في الطنجره وكنضيف له البصله وكان ندير واحد قليل من زيت الزيتون وغادي نزيد واحد قليل ديال واحد شويه ديال الزيت من ديال المائده. وكندير الطنجره ديالي في البوطه تقلى. ها هي اللوبيا ديالي كطيب بوحدها، والقديد والمكونات الاخرين غنشحرهم في هذا الطنجرة اخرى. ها القديد ديالنا تقلى مع البصلة، كنضيفو له دابا مطيشة كنضيفو التومة والقزبور وكنخليها نشرب مزيان ديك العطية حتى تقلب مزيان. القديد ها هو شرب هاد الشرموله مزيان تقلاها، كنضيفو له دابا الماء سخون كنخليه يطيب يطيب على خاطرو، وعاد غادي نضيف له الحار وشويه ديال العطريه. ملي كيطيب لنا هاد القديد هذا مع الشرميله ديالو كيطيب، هذيك الساعه كتكون اللوبيا ديالنا طابت. كنضيفوها مع القديد كنزيدوها خرقوم وهادوك البهارات كنضيفوهم
الجنجبير شويه وكنخليو اللوبيا ديالنا تندمج مع هاد القديده هنا. كنخليوها تندمج مع القديد وكنخليوها طيب، وفي الاخير ان شاء الله غادي نكون التقديم الاخير ديال هاد اللوبيا ديالنا بالقديد، راه كتجي بنينه ولذيذه وسيرتو في ايامات البرد. وكنتمنوا ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. هذا هو الطبق ديالنا ديال اللوبيا بالقديد تقديم. كنشكركم جزيل الشكر على التتبع ديالكم القناة ديالنا، وكنتمنوا ان شاء الله نتلاقاو معكم في فيديو قادم ان شاء الله. لاحظتكم.